اهلا بحضراتكم مشاهدينا في اولى فقرات برنامجنا الحواريه. النهارده هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الزراعه التعاقديه. زي ما حضراتكم عارفين ان موضوع الزراعه التعاقديه من المشروعات الهامه اللي بتصب اولا واخيرا في صالح الفلاح المصري بتشجيعه على زراعه الكثير من الحصلات الزراعيه. يمكن القياده السياسيه كانت اتخذت قرار في سنه 2015، القرار يمكن حمل رقم 14 لعام 2015 بانشاء مركز للزراعات التعاقديه، وذلك لتسهيل الكثير من الامور على اخواننا الفلاحين والمزارعين. عشان كده هنحاول نفتح الكثير من المحاور مع ضيفي اللي مشرفني في هذه الفقره، الاستاذ الدكتور ابو القاسم زهرة، استاذ متفرغ بمعهد البحوث الزراعيه وعضو الاتحاد التعاون الزراعي. اهلا بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بالساده المشاهدين. في البدايه كده اطلاله سريعه عن الزراعه التعاقديه، ايه هي الزراعه التعاقديه واهميتها للفلاح البسيط ايه فندم؟ هي فكره الزراعه التعاقديه نشات من لما الدستور، مواد الدستور الجديد المادة 29، وأنا كنت حاضر لجنة الحوار المجتمعي. نعم. ويمكن أنا اللي كتبت وصيغت المادة 29 من الدستور، اللي هي تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية وبهامش ربح. تمام يا فندم. فدي تطبيق، يعني لما نيجي نفسر الكلام ده هو ده الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية يعني يعني مزارع بينتج محصول، جهة بتشتري منه بموجب عقد وزارة الزراعة راعية لهذا الكلام. نعم. يبقى عقد ثلاثي، يبقى مزارع بينتج، جهة مشترية وهتشتري، ووزارة الزراعة الراعي لذلك. فالزراعة التعاقدية بتضمن للمزارع حقوقه، وبتضمن للمزارع ان يعرف سعر المنتج بتاعه قبل ما يزرعه. تمام. يعني انا هزرع قمح، ابقى انا عارف القمح الاردب بقد كده، اخد قرار ازرع ولا ما ازرعش. ده بيبقى في صالح المزارع. تمام. وفي نفس الوقت بتبقى يعني ليها مميزات كتيره جدا، يعني بتقلل حلقات السمسره اللي في النص ما بين المزارع وما بين المستهلك. دي الزراعه التعاقديه. تمام. الزراعه التعاقديه هتسمح ان لما المزارع يعمل عقد ممكن بناء على العقد ده ياخد قروض من الجهات المعتمده اللي هي بنك التنميه والائتمان الزراعي مثلا. تمام. يعني فبياخد يقدر مدخلات انتاج يساعدوه فيها. تقاوي يساعدوه فيها. انا دلوقتي كاتب عقد معاك، اديك التقاوي، اديك الاسمده، اديك كل حاجه، وفي الاخر واحنا بنتحاسب بتاخد سعر محصولك واحنا بناخد سعر الحاجات بتاعتنا. فدي برضو فيها ميزه للمزارع. الزراعه التعاقديه ايضا بتعمل على تنشيط دور الجمعيه التعاونيه الزراعيه. عايزين نرجع بقى لدور التعاونيات زمان ودورها الكبير في توحيد الزراعات. انت احنا مشكلتنا في مصر تفتت الحيازه الزراعيه. نعم. تفتت الحيازه الزراعيه ده لو احنا، لو الجمعيات دي هتتعاقد مثلا على محصول قمح وعنده حوض فيه 100 فدان، هيزرع ال 100 فدان كله قمح عشان سهوله عمليه الزراعه وسهوله اجراءات عمليات الخدمه والكلام ده كله، وفي نفس الوقت يبقى جمعيه مفوضه عن المزارعين في اجراء عمليات التعاقد، فيبقى كأن وصلنا إلى دورة زراعية اختيارية، وده اللي بتطالب به وزارة الزراعة في هذه الفترة. يبقى إذن الزراعة التعاقدية في صالح وزارة الزراعة وفي صالح الفلاح وفي صالح خدمة الفلاح، وإنه هو يحصل على مقابل مادي لمحصوله فيه هامش ربح كويس. تمام. ميزات بقى الزراعة التعاقدية للفلاح البسيط، وخاصة في بعض الفلاحين اللي هم بيقبلوا على موضوع الزراعة التعاقدية وفي البعض بيتخوف منها يا فندم، تقول للمتخوف بقى من الزراعة التعاقدية ايه؟ وكلمنا عن ميزاتها اللي بتصب في صالح الفلاح في المقام الأول. من ضمن المميزات اللي بتصب في صالح الفلاح في المقام الأول هو إنه بيضمن سعر وهامش ربح المحصول. الزراعات ساعات التعاقدية دي تبقى عن زراعات محاصيل بيسموها المحاصيل النقدية. يعني ازرع محصول بيقبل عليه المصدر. مصدر جاي عايز يخلي الفلاح يزرع مثلا محصول زي بصل الفتيل عندنا في الصعيد. تمام. البصل بدل ما ياخده منه بسعر متدني، لا، الفلاح بيضمن حقوقه والمصدر بيضمن حقوقه، لان الزراعه التعاقديه مبنيه على اساس جوده المنتج. انا بتعاقد معاك على محصول معين بجوده معينه برتبه معينه بنظام معين بسعر معين. كل ده لو اجتمع في عقد يبقى ده في صالح الفلاح. صالح الفلاح انه بدل ما حد يجور على حقوقه، وكمان لما تكون وزاره الزراعه راعيه لهذا الموضوع. الموضوع ده سيادتك انا يمكن بعد الماده 29 تقدمت مذكره لوزراء الزراعه السابقين، واخرهم كان الدكتور عادل البلتاجي، وقدمت له مذكره على الزراعه التعاقديه مشكورا
صاغها وبعتها لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء اقرها. قرار رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بيهتم بالمزارع وبيهتم بالفلاح، وكل ما هو في صالح الفلاح الرئيس السيسي بيدعمه. جميل. فطلع القرار رقم 14 لسنه 2015 بتنشا مركز للزراعات التعاقديه بوزاره الزراعه. حقيقه مشكورا معالي الوزير الحالي دكتور عصام فايد فعل هذا القرار، وبدانا نسمع عن الزراعه التعاقديه. اظن في فقره الاخبار بتاعت حضرتك كنت بتتكلم برضو على الزراعه التعاقديه. فده كويس، شيء كويس يحمد للوزير يعني. الحمد لله. واحنا عايزين فعلا المزارع يستفيد بكل شيء، لان المزارع الايام دي تسويق محاصيله فيها مشكله. في القطن شفناها، وادينا في القمح شفناها، ويعني ده اثر كبيرا يعني على الكثير من الحصيلات الزراعيه بالسلب يعني. بالظبط. فلما يلاقي وزاره الزراعه في ظهره وبتسنده وبتحقق له الزراعه التعاقديه، الزراعه التعاقديه ينشا مركز الزراعه التعاقديه، يبقى فيه هيئه للزراعه التعاقديه. هذه الهيئه لابد ان تكون كونتاكت ويز ادارات التسويق التعاوني في المحافظات. هيكل كل مديرية زراعة موجودة في مستوى الجمهورية في إدارة للتسويق التعاوني، ولكن مهمشة ولا تعمل حتى هذه اللحظة. لابد إن دورها يعود وتنشط، وهي دي اللي تبقى يعني مرتبطة بالهيئة اللي بتنشأ في وزارة الزراعة حاليا للزراعة التعاقدية، وبحيث إنه يبتدوا يعملوا عقود في كل المحاصيل الاستراتيجية، في الذرة، في القمح، في البنجر السكر، في قصب السكر، في البطاطس، في الفاصوليا، في كل مناحي الزراعه اللي هي، وفي بالذات كمان الزراعات التصديريه. بدل ما يجي المصدر يجور على الفلاح، يعني مثلا حصلت وقائع من خلال التجربه، انا كنت وكيل وزاره الزراعه في سوهاج، فحصلت تجارب ان مصدر يجي يتفق مع مزارع، السوق بره يتاثر، هيحس انه هيدفع فلوس اكتر، ياخد بعضه ينسحب ويسيب الفلاح. هنا دي الزراعه التعاقديه لو في عقد بيلزمه، لان هذا العقد بموجبه في تحكيم، تمام، وفي هيئات قضائيه وفي شروط جزائيه، يبقى ده كله لصالح الفلاح. الزراعه التعاقديه بجد خاصه للفلاح ولصالح الفلاح المصري. تمام. طيب، اذا هناك الكثير من الايجابيات في حال تطبيق هذه القوانين، لكن خلينا برضو نحل الموضوع بصوره اكبر يا دكتور، من بدايه المعوقات لحد الان واقف يعني عائق كبير جدا على تطبيق هذه القوانين. من وجهه نظر حضرتك ايه هذه المعوقات؟ احنا لسه لغايه النهارده، شوف، من خلال بعد الثوره يمكن تعاقب اكثر من 8-9 وزراء للزراعه. يا دوبك معالي وزير الزراعه الدكتور حسام فايد بيفكروا في الزراعه التعاقديه، رغم ان القرار طالع 2015 4/2015، لكن ما تفعلش حتى هذه اللحظه. يعني مثلا الهيئه اللي هتشرف على الزراعه التعاقديه دي لابد ان تستعين بمحكمين في كل التخصصات، من ذوي الخبره، من مراكز البحوث الزراعيه، مركز بحوث الصحراء، مركز القومي للبحوث، اساتذه الجامعات المصريه، كل دول، لان كل واحد في نظام. وبعدين في نسبه بتتاخد على التحكيم، العقد برضه بيكون له عشان يكون في جديه بيبقى في رسم للعقد، رسم يعني يدفع حاجه ماليه عشان يستمر العقد ويضمن ونضمن ليه حقوقه. ثانيا، لما احنا في 2016 نشجع الزراعه التعاقديه، يعني معناها انا بقول للمزارع انا عايز منتج بجوده عاليه، اديله الشروط والواجبات اللي ممكن انا اشتري منه المحصول، فانا بلجا لتحسين المنتج الزراعي. احنا احوج ما يكون لتحسين المنتج الزراعي، احوج ما نكون ان صورتنا بره في المنتج اللي بنصدره تكون كويسه جدا، لنا شهره عالميه مثلا في تصدير البصل بره، البصل المصري دي له شهره كبيره قوي، رقم واحد ورقم واحد. نعم. من ايه؟ من ان لابد نطبق الشروط والمعايير والجوده. جميل. وباتباع نظام الزراعه التعاقديه. طيب، بالنسبه بقى لتوريد القمح، وتم تحديد سعره تقريبا 1300 جنيه، هل ده منصف للفلاح يا فندم ولا لا؟ طبعا هذا القرار يعني يمكن زي ما ناس كثيره قالت، ظاهره الرحمه وباطنه العذاب. لا ازاي؟ لما اقول انا حدي في شهر يناير وفبراير
ادعم الفلاح طبقا للحيازه ب 1300 جنيه للفدان، نظير ان انا اخد منه سعر القمح بالسعر العالمي. انت سيادتك عارف السعر العالمي كام في وقت توريد القمح بتاعنا؟ حوالي من 190 ل 200 دولار. نضرب الدولار في 8 يبقى 1600 جنيه. 1600 جنيه الطن، الطن 6.7 اردب، يبقى لو قسمناهم كده يبقى 311 جنيه الاردب. 237 جنيه. 237 جنيه للاردب. هاجي اديله دعم 72 جنيه للاردب، يبقى كاني انا دخلت في 337 جنيه الفدان الاردب. لما الفلاح ياخد 337 ولا 339، طب السنه اللي فاتت كان بياخد 420، يبقى انا برجع ولا بزوده؟ لو حسبت لسيادتك تكلفه انتاج القمح، فدان القمح او اردب القمح، لا يقل عن 407 في الاراضي القديمه و415 في الاراضي الجديده. الارداب الواحد. الارداب الواحد، يبقى ازاي انا اخده منه ب 309؟ يبقى في خساره حوالي 109 جنيه اتحملها عن سعر السنه اللي فاتت. هل اللي درس السعر ده اللي اصدر هذا القرار ما عرفش ده لصالح الفلاح ولا اقل من الفلاح؟ يعني الفلاح بياخد زرع القمح السنه اللي فاتت وارتبط ب 420 جنيه. يجي السنه دي ياخده بكام؟ ب 300 وحاجه؟ ما ينفعش. بينقص 100 جنيه؟ ما ينفعش، ده مش في صالح الفلاح. ده يزيد افضل من هنا. كان المفروض يزيد افضل من، اذا كان اللي بيفكروا في دي بيخدموا الدوله بكده، لا ما بيخدموهاش. دول ما بيخدموهاش لسبب ان انا بشجع الفلاح انه يزرع القمح من تقاوي، من مش من تقاوي، ياخد تقاوي، يشتري تقاوي القمح الجديده، لان في فرق سيادتك يا استاذ عاصم، في فرق اردبين في الانتاج. لما انا في على بالبلدي كده يقولوا ده بيتقوي من بيته. اللي بيتقوي من بيته ده متوسط 14 16 اردب او 14 او 15 اردب. لكن لما اجيب تقاوي جديده بشتريها ب 300 جنيه أردب. الشكاره او الشكارتين ب 300 جنيه عشان ازرع تقاوي جديده. طب الفلاح في الحاله دي لما تعرضه للسعر ده يبقى مش هيجيب تقاوي. صح. يبقى مش هيشتري تقاوي، هيوفر 300 جنيه عشان السعر ناقص. صح. لو وفر ال 300 جنيه المزارع ده خراب على الانتاج الزراعي. خراب على الانتاج الزراعي، مش هيزرع الا من تقاويه بتاعت السنه اللي فاتت. يبقى في الحاله دي الانتاج هيقل. انا عايز ازود الانتاج ولا عايز اقلله؟ الحلول اللي تقترحها في هذا الموضوع يا فندم، لابد من اعاده دراسه هذا القرار والعوده فيه، وانني من خلال منبرك اناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما معودنا ان هو في صف الفلاح، دايما في صالح الفلاح. هذا القرار كما قلت في السابق ظاهره الرحمة وباطنه العزم. احنا كفاية اللي اتعمل في القطن، كفاية الفلاح اللي ما كانش يعرف لسه مؤخرا بيسوق محصول القطن بتاعه. ما جيش بقى اتعبه كمان في القمح والمحصول الاستراتيجي. وخلي بال سيادتك القمح المصري افضل من القمح المستورد 100 مره. يعني هم في الطحن بيخلط القمح المستورد مع القمح المصري عشان يحسن خواص المستورد للدقيق للاكل. فاحنا قمحنا كويس جدا. وبعدين انا ادعم الفلاح المصري ولا ادعم الفلاح الاوروبي؟ انا بساعد بالقرار ده على التصدير، على الاستيراد ولا على التصدير ولا على الاكتفاء الذاتي من القمح. تمام. ولا على ان انا ازود انتاج القمح. انا مش عارف اللي اصدر هذا القرار هل درس الكلام ده كله؟ طيب حضرتك زي ما ذكرت ان طبعا كلنا عارفين ان محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجيه الهامه، واللي الدوله بتسعى جاهده في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي، والكثير من اخواننا الفلاحين بيحرصوا دائما على استقاء الكثير من المعلومات اللي احنا ممكن من خلال نزود الانتاجيه من المحصول بتاعنا. ولكن من وجهه نظر حضرتك كيف نشجع الفلاح باستمرار على زراعه القمح حتى نستطيع ان نحقق الاكتفاء الذاتي، والمبلغ المرضي الذي يصب في مصلحه الفلاح في المقام الاول ويغطي تكاليفه ويحقق له هامش ربح من وجهه نظر حضرتك ممكن يكون قد ايه؟ الدولة السنة اللي فاتت لما أعلنت قالت سعر القمح 420 جنيه، أقبل المزارع وزرع لأول مرة تزرع مساحات كبيرة بالقمح، أقبل عليه. ف 420 ده سعر فيها مش ربح، سعر فيها لأن التكلفة أنا قلت لحضرتك قبل كده توصل ل 407 تكلفة الأرداب لو هو خد هامش ربح 5%. لما بنديله 20 في 420 ده سعر كويس،
ومناسب. وزرع الفلاح وزرع مساحات كبيرة لأول مرة، يمكن أكبر سنة زرع فيها مساحات قمح كان السنة اللي فاتت. فالسعر ده هو المرضي. لكن لما أنا أقول أديله 1300 جنيه وعلى الحيازة، طب سيادتك في مزارعين بحد أقصى 25 جنيه 25 فدان الحيازة. طب في مزارع مش حائز، ده أغلب المزارعين عندنا مش حائزين. الحائز حط بطاقه الحيازه في جيبه وبياخد بيها كل شيء. واللي بيزرع الارض فلاح، بيأجر ارضه للزرعه الشتويه وبيأجر ارضه للزرعه الصيفي. طب لما انت هتدي الدعم لصاحب الحيازه، هل هيديه على المزارع للمزارع؟ لا. انا مش عارف اللي فكر في هذا القرار ما خدش فكره عن الجوانب دي كلها، ما درسش هذه الجوانب دي كلها. لابد زي ما قلت حضرتك اعاده النظر في هذا القرار علشان ما يأثرش على مساحات القمح المزمع زراعتها. تمام. طيب ازاي نقدر نخفض اسعار بعض الحصيات الزراعيه زي الخضار والفاكهه يا فندم؟ يمكن ده اشار الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار اليه بشكل كبير جدا، وده ممكن نطبقه من خلال الزراعه التعاقديه ازاي لنخفض اسعار الخضار والفاكهه؟ حضرتك كويس ان انت بتسالني السؤال ده لانه كان في وقته. نعم. لانه يمكن كان يوم الجمعه توصيات معالي الوزير ان لابد اجتماع بسرعه لان الدوله متجهه الى خفض اسعار السلع للمواطنين. تمام. في يوم السبت الحاج بهاء عطا سليم رئيس الاتحاد التعاوني دعا لاجتماع كبير جدا مع رؤساء الجمعيات المركزيه، مدير عموم التعاون، رؤساء الجمعيات النوعيه. كان الحقيقه استجابه، شوف الدعوه كانت الجمعه، يوم السبت كان الاجتماع، كان في الاتحاد التعاوني كل قيادات وزاره الزراعه. رئيس قطاع الارشاد، رئيس قطاع الخدمات، رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي، كل المعنيين بالامر، رئيس قطاع الانتاج. وفتحنا الموضوع على اساس انه هذه الجمعيات اللي عندها فائض من مشروعاتها تقول والله انا هديه بهامش ربح بسيط عشان يوصل للمستهلك بسعر اقل. تمام. احنا بنلغي الوساطه وبنلغي حلقه السمسره اللي في النص. ده العدايه في الطماطم في الـ في الـ في الحقل بتتباع بقد كده، على بال ما توصلك بتوصل ب 10 جنيه كيلو. صح. فطبعا الـ لما نخفف الحلقات دي كلها يبقى احنا بنبغي تخفيض الاسعار للمستهلكين، وده اتجاه الدوله وده اللي عايزه سياده الرئيس. ففعلا قعدنا يمكن اكتر من اربع ساعات اتحطت النقط على الحروف، كل جمعيه هتقدم ايه؟ خضروات، جمعيات خضر وفاكهه، خضروات، فاكهه، رز، قمح، كل الخضار، الفاكهه، كل المتطلبات اللي موجوده اللي هي في نشاط الجمعيات. تمام. لحوم، كل ده. القاعدين طبعا كانوا قيادات وزاره الزراعه كتبوا البيان على اساس يتم عرضه على معالي الوزير. تمام. بس احنا قلنا في الاتحاد التعاوني الحقيقه كان الاستاذ بهاء عطا سليم كان عامل دراسه للتحكم في الاسعار وتوصيل المنتجات الزراعيه باسعار زهيده او باسعار مخفضه للمستهلك. عملنا الدراسه دي بكامله. دراسه كامله اللي هي اليات التنفيذ. ما انت تقول ان الدوله عايزه توصل السعر بتاع الخضر والفاكهه للمستهلك بسعر اقل، طب الاليه ايه؟ الاليه ايه؟ الاليه هنا الاتحاد التعاوني، الاتحاد التعاوني منوط بان هو بيشرف على كل الجمعيات التعاونيه الزراعيه. وهو اللي كونتاكت مع الجمعيات التعاونيه الزراعيه. يبقى الاتحاد التعاوني قدم لنا بروتوكول للدراسه دي، كان بصراحه قدمناه من 3-4 اشهر لوزاره الزراعه، وقدمه للاستاذ بهاء، لكن لم يعمل به حتى هذه اللحظه. فقلنا والله انتوا طالما اتجاه الدوله كده واتجاه وزاره الزراعه كده، يا معالي وزير الزراعه ادي الدراسه اهي. مجرد أن يتم الاتفاق عليها واعتمادها، الاتحاد التعاوني هيباشر وينشئ صندوق للتمويل لشراء. مين اللي هيشتري المحاصيل من الفلاح؟ هيشتريها الاتحاد التعاوني، يديها لمنافذ الحكومة اللي توزعها من خلال المنافذ للمستهلك، وبعدين ياخد حسابه من الدولة. فتبقى جهة الوسيطة اللي يضمنها المزارع واللي بيتعامل معاها المزارع بموجب هذا البروتوكول. نعم. اللي وصل تقريبا لمعالي الوزير ومستنيين موافقته عليه. حلو قوي. خلينا نتكلم برضو عن اليات ومتطلبات تطبيق الزراعه التعاقديه في المرحله القادمه على الكثير من الحصيات الزراعيه، وحضرتك ممكن نبدا بايه يا فندم من الحصيات الزراعيه مقدما يعني؟ هو اللي انا فهمته لغايه دلوقتي ان معالي الوزير اصدر قرار بانشاء مركز للزراعه التعاقديه. جميل. هذا المركز بيبقى مقره في الوزاره، اختصاصاته لازم هذا المركز
يبقى متضمن انه مرتبط بادارات التسويق التعاوني في مديريات الزراعه على مستوى الجمهوريه، بحيث ان هذا المركز يبتدي ينشئ عقود استرشاديه لكافه المحاصيل، يستعين بخبراء زي ما قلت لحضرتك من مراكز البحوث الزراعيه ومن اساتذه الجامعات ومن مركز بحوث الصحراء والمركز القومي للبحوث، بحيث انه والله انا عندي القمح سعره بيبقى قد كده، يبقى العقد بتاعه قد كده، الدراسه التفصيليه الذره كده، البنجر كده، القصب السكر كذا، ويبقى برضه مع باشراف تحت اشراف وزير الزراعه. اتحطت العقود الاسترشاديه دي بنديها بقى للادارات التسويق التعاوني اللي في المحافظات، يلا بقى اتعاقدوا. يبقى انا كده بعرف حاجتين، بعرف المزارع هيزرع قمح قد ايه، هيزرع قصب قد ايه، هيزرع بنجر قد ايه، هيزرع فاكهه كده، كله عرفت الرقم، لان من جمله التعاقدات دي هتبين المساحه المنزرعه على مستوى الجمهوريه. يبقى الهيئه دي بتستقبل من مستوى الجمهوريه، تستقبل التعاقدات اللي بتتم تباعا اثناء يعني قبل زراعه المحصول، ويبقى عارف السعر. الهيئه دي هي اللي بتروج للزراعه التعاقديه، هي اللي بتمد بالمشوره الفنيه، هي اللي ممكن تساعد على تحسين المنتج الزراعي، بحيث تدخل الارشاد الزراعي كمشوره فنيه لمزارع المحصول المعين اللي انا تعاقدت عليه. انا تعاقدت على القمح، بقول يا ارشاد زراعي تعالى ده انا عندي تعاقدات كذا 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 في محافظه كذا محافظه كذا، بيبتدي الارشاد الزراعي بيمر يدي خبراته الفنيه بحيث انه يطلع منتج كويس ومنتج سليم. جميل جدا. طيب شايفين ايه يا فندم الخطوات التي يتخذها اخواننا الفلاحين في حال تطبيق هذه القوانين وهذه الاليات الجميله الخاصه من موضوع الزراعه التعاقديه؟ الزراعه التعاقديه مرحبه من كل فلاح مصر، انها ضمان ليها ضمان ليهم وضمان للحصول على حقوقهم. وما فيش النهارده لما اجي ازرع محاصيل تصديريه ويجيني مصدر يتعاقد معايا مباشره بيني ما بينه، مضمنوش، ممكن يخل بشروط العقد، ممكن يجي يقول لك والله السعر العالمي انخفض انا انزل السعر. لكن الزراعه التعاقديه لما تتم بعقد ويبقى لوزاره الزراعه راعيه ليه، ده بالنسبه للفلاح امان. امان ليه؟ ان هو هيحصل على مستحقاته، وبس بشرط انه يقدم نفس الجوده، لان هنا بقى في محكمين وفي باحثين وفي دكاتره بتشوف المنتج ده كويس ولا المنتج ده يشرفنا بره ولا ما شرفناش، ولا 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 اتبعت الاساليب الارشاديه ولا ما اتبعتش، اتبعت الاساليب العلميه ولا ما اتبعتش، هل انت رشدت استخدام المبيدات ولا ما رشدتش، كل ده هيتاخد في الاعتبار، هنوصل في النهايه لمنتج قيم ومنتج كويس وبسعر اقل. رؤيه حضرتك المحاصيل الزراعيه اللي احنا ممكن نبدا بيها الزراعه التعاقديه يا فندم؟ كما نصت الماده 29 من الدستور، تلتزم الدوله بشراء المحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه. ايه هي المحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه؟ ذره، قمح، رز، بنجر سكر، قصب سكر، كافه المحاصيل الزراعيه المهمه. تمام. ما عندنا القمح والذره، الذره احنا محتاجين جدا، احوج ما نكون الى تحول المزارع لزراعه الذره الصفراء. نعم. علشان خطر الاعلاف في الدواجن، يعني ممكن يبقى الاتحاد التعاوني، الاتحاد اتحاد الدواجن بتوع الدواجن، الاثنين دول مع الفلاح اللي هو المنتج، لو عملوا زراعه تعاقديه بدل ما استورد الذره الصفراء من بره ومستواها مش كويس، انتج الذره الصفراء هنا بس. صح. اشوف المزارع عايز الدهاني بكام، يبقى في تفاوض على السعر اللي بيدي انطباع للمزارع انه هو ربحان. صح. عنده هامش ربح، خد والمزارع مش بيغالي في الربحيه بتاعته، هامش ربح بيوافق. لو الاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد المنتجين ده بتوع الدواجن والمنتج الزراعي قرروا يزرعوا، هنزرع الذره الصفراء وهننتج اعلاف، وتبقى العمليه احسن مما لو كان ما طبقناش الزراعه التعاقديه. طب دكتور ابو القاسم، حضرتك تعلم ان احنا على مشارف استكمال مشروع المليون و500,000 فدان، واعتقد هذا المشروع اضافه حقيقيه واضافه كبيره جدا للرقعه الزراعيه المصريه. طبعا. اهميه هذا المشروع في حال تطبيق الزراعه التعاقديه، وهل بالفعل يتم يعني تخصيص الكثير من المساحات الخاصه من الاراضي الزراعيه في ضخ مزيد من الحصلات الزراعيه اللي حضرتك اشرت ليها، سواء حصلات زراعيه استراتيجيه زي القمح وخلافه ولا لا؟ طبعا يا فندم. طبعا المليون فدان
لما هتتوزع صغار المزارعين او صغار المنتفعين، اللي هياخد 5 فدين اللي هياخد 10 فدين، وهيتقال له هو المشروع كله مقسم يا فندم ما بين صغار المزارعين والشباب الخريجين وايضا المستثمرين بالظبط كده. هيتقال له والله هذه المنطقه اللي انت خدتها هيصلح فيها زراعه كذا وكذا وكذا وكذا. جميل. مثلا تصلح لزراعه القمح، يبقى في الحاله دي تعاقد وتطبيق الزراعه التعاقديه في القمح برضو اضمن ان الراجل اللي شغال بيستثمر في ارض مستصلحه لازم يحسبها بالكف والنون. بالظبط. لانه بيدفع دم قلبه. صح. في الصحراء لابد ان يكون له مقابل، لابد يكون له عائد. فما كانش هيبقى فيه ضد، هي الزراعه التعاقديه دي هي اللي تمشي مع 1.5 مليون فدان. لابد، لان انا كمزارع لو انا خدت من الدوله 5 فدادين ازرعهم اقول والله طبقوا لي الزراعه التعاقديه. مين هيتعاقد معايا على القمح؟ انت هتتعاقدوا معايا بكام؟ القصب هتتعاقدوا معايا بكام؟ اللي مش عارف ايه هتتعاقدوا معايا بكام؟ الذره الصفراء هتتعاقدوا معايا بكام؟ كده. ليه بقى؟ لان الاراضي الصحراويه لما انا بصلحها دي بتستوجب مبالغ كبيره طائله، بتستوجب المايه بفلوس والكهرباء بفلوس وكل شيء بفلوس وكله معد. انا حتى لما قلت لك في الكلام اللي فات ان تكلفه الفدان 400 مثلا و2 ولا 407 في الاراضي القديمه، في الاراضي الجديده بتزيد. بالظبط. الارض الجديده بتزيد 5% او 10% زياده في التكلفه عن الارض القديمه. فمن فعلا لو احنا اسرعنا، وانا بناشد معالي الوزير الحالي انه يسرع بتطبيق الزراعه التعاقديه عشان خاطر حتى 1.5 مليون فدان دول يبقوا على اساس سليم. يبقى انا مطبق فيهم كل شيء اللي بتديني معايير للجوده، واللي تديني منتج كويس، واللي تديني منتج صالح، كله امشي وراه ووزاره الزراعه تمشي وراه. اللي بيساعد على توحيد الزمام وعدم تفتيت الحيازه، يعني توحيد الزراعات المجمعه دي اولا بتخدم المحصول وبتساعد على زياده المحصول، وفي نفس الوقت بتساعد على سهوله الخدمه الزراعيه فيها، وفي نفس الوقت بتدي عائد للمزارع. تمام. بتدي عائد، بتدي انتاجيه اعلى. فدي بنطبقها مثلا زي ما قلت لحضرتك كده مثال. لو انا عندي حوض و100 فدان، بدل ما يتزرع من كل فيلم اغنيه كده، لا انا ممكن ازرعه كله قمح، ازرعه كله ذره صفراء، عن طريق الجمعيه التعاونيه الزراعيه تبقى راعيه، ونكتب العقد وتبقى العقود معروفه، يبقى المزارع مطمن انه هياخد عائد من ورا زراعته. طيب دكتور ابو قاسم، في حل يعني تطبيق موضوع الزراعه التعاقديه ده على كل الفلاحين المزارعين وكل يعني القائمين على قطاع الزراعه، وانضمام كمان مشروع 1.5 مليون فدان لهذه الزراعه التعاقديه، حضرتك شايف ان احنا ممكن نحقق الاكتفاء الذاتي من الحصلات الزراعيه وتحديدا الحصلات الاستراتيجيه الهامه دي؟ ممكن. ممكن نحقق اكتفاء ذاتي او مش نحقق، خلال قد ايه؟ طيب نصل مثلا يعني مثلا القمح احنا ممكن نوصل ل 75 و80% بنسبه اكتفاء كبيره، يعني بنسبه اكتفاء كبيره. مش لازم نكتفي ذاتيا يعني. نعم. ممكن تكون نسبه اكتفاء كبيره، لكن المنوط بتطبيق الزراعه التعاقديه، وزي ما بيقولوا ادوا العيش لخبازينه، الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي. الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي في ظل القياده بتاعته الاستاذ بهاء عطا سليم هيبقى ظهير حي وظهير قوي لوزاره الزراعه. تمام. لان الاتحاد التعاوني بيشرف على 7600 جمعيه تعاونيه زراعيه. لما 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 كل الاليات دي معاه، وجمعيات الجمعيات العامه معاه، كل الجمعيات التعاونيه الزراعيه معاه، كل ده هيساعد على ان الاتحاد يقوم بدوره والتعاونيات تقوم بدورها، بدل ما احنا خدنا الفتره اللي فاتت همشنا دور التعاونيات وهمشنا دور الاتحاد التعاوني. لازم يعود بقوه ظهير لوزاره الزراعه عن طريق برضه الزراعه التعاقديه، ولا بد من البروتوكول اللي احنا عاملينه لخفض الاسعار واللي مرسل لوزير الزراعه، لما ان شاء الله معالي الوزير يوافق عليه هيبقى في انطلاقه كبيره للاتحاد التعاوني نحو خدمه الفلاح اللي منوط ان هو يخدمه. الاتحاد التعاوني لخدمه الفلاح المصري. طيب دكتور، في جزئيه بسيطه برضه حابين نوضحها بشكل كبير جدا. حضرتك تعلم ان الحيازات الكبيره اللي كانت موجوده زمان ما بقتش، يعني اللي كان عنده 100 فدان ولا 500 فدان ما بقاش الموضوع ده دلوقتي موجود بشكل كبير. الميراث بالظبط كده. يعني ممكن في بعض الفلاحين اللي يمتلك ايراد ايرادين ثلاثه،
الجزئيات دي كلها كيف يتم مراعاتها في حال تطبيق موضوع الزراعه التعاقديه؟ هل هستطيع انا اوصل لكل الفئات دي او كل المساحات الصغيره بحيث ان انا اضمها واطبق في موضوع الزراعه التعاقديه، ولا الحل الامثل من خلال تفادي مثل هذه العقبات في حال تطبيقها يا فندم؟ انا طبقت الموضوع ده سيادتك لما كنت وكيل وزاره الزراعه في السويد. جميل. عن طريق الزراعات المجمعه. يعني بلاقي مثلا حوض في الاقراط، في الخمس قراريط، في ست قراريط، في فدان، في اثنين فدان، في ثلاثة فدان، عن طريق الإقناع والقعاد مع المزارعين احنا هنزرع منتج واحد. هنزرع ذرة، هنزرع قمح، يبقى كله يتوحد. بتلاقي صعوبة فعلا في الكلام ده، يعني الجمعية بتبذل مجهود طبعا كبير جبار. جمعية تعاونية يمكن طبقنا الكلام ده في الشورانية تقريبا او حاجة مركز المراغب في مركز المراغب في سويقة طبقناها وكانت ليها نتائج ومردود كويس جدا. لان لما لا بنلغي حاجه اسمها اوني والبتون والاوني، المساحه نفسها يعني مثلا لو واحد زرع في زراعه مجمعه يزيد له مثلا نص اردب او اردب عن اللي زرع منفرد. والناس متفاهمه بقى، والناس كانت تفاهمت، مش متفاهمه، تفاهمت بالتجربه. ما انا دور الارشاد الزراعي هنا في شندويل طبقت موضوع الزراعه التعاقديه ده. طبقنا الزراعه التعاقديه قبل ما تطلع الزراعه التعاقديه ولا اي حد يفكر الزراعه التعاقديه ده في شندويل في شرق في الشرانيه، وهم يسمعوني كمان. لانه فعلا احنا ارتبطنا معاهم، قدمنا لهم المشوره الفنيه. جميل. انت عندك هنا المفروض تاخد التقاوي دي. لا انا اجيب لك، انت تزرع قمح ايه؟ لا خد مصر اثنين، خد مصر واحد مثلا، اجيب لك محصول تقاوي تساعد على انتاج وفير، دي نمره واحد. تمام. نمره اثنين هديك الاسمده واديك المشوره الفنيه بتاعت مواعيدها، هديك كل شيء، وفي الاخر انت تتحاسب وانا اتحاسب. تمام. اللي اديتهولك اخد ثمنه وانت تاخد حسابك على حسب الاتفاق اللي اتفقنا معاه، الارداب بيبقى قد كده. تمام. دي ملخص للزراعه التعاقديه. تمام. دي بتساعد على تجميع الحيازات. تجميع الحيازات ده بيساعد على خصوبه الاراضي الزراعيه. في بعض الحاجات اللي احنا ممكن تقابلنا في موضوع الزراعه التعاقديه، ولنفترض عاصم معاه قراطين، الاستاذ مصطفى العدو عنده قراطين، الاستاذ محمد يوسف عنده 3 قراريط، الاستاذ مصطفى قال لك لا انا اخلي القراطين بتوعي عشان عندي حبه مواشي، الاستاذ محمد يوسف قال لك لا الثلاث قراريط بتوعي انا عايزهم ازرعهم خضار وفاكهه، عاصم قال لك لا مثلا القراطين بتوعي انا هتصرف فيهم، في المواقف اللي زي كده ممكن تعملوا ايه يا فندم؟ او بتتصرفوا ازاي؟ ممكن تكون مجموعه الاراضي دي واقعه في قلب اراضي انتوا نويتوا مثلا تزرعوها زراعه تعاقديه خاصه موضوع القمح، يعني الحل لا. بيكون في هذه الجزئيه من ناحيه نعم بتتفاوضوا ازاي مع الناس اللي هي مش حابه تدخل في موضوع الزراعه التعاقديه او حابه تزرع الارض بتاعتها حاجه غير اللي انتوا ناويين تزرعوها في كل الزراعه؟ كل الكلام ده راجع للجمعيه التعاونيه الزراعيه، هي اللي تملك التفاوض مع المزارع في وجود المهندس الزراعي او في وجود المسؤول بتاع الزراعه التعاقديه. بالاقناع واحده واحده بيستجيب. يعني انت لما تلاقي ال 100 فدان دول قمح، يعني القراط بتاعك ده ولا القراطين بتوعك ولا الخمس قراريط بتوعك دول هيبقوا مثلا حاجه تاني. ما ممكن مصطفى يقول لك انا اكل المواشي بتاعتي منين؟ هزرعهم برسيم مثلا. يعني بالظبط يزرعهم برسيم بالاقناع. في ناس كتيره بتستجيب، لكن التجربه سنه ورا سنه. انا ما بقولكش في اول سنه هنوصل ل 100% تعاقدات. في ناس مش هترضى، وفي ناس مش هتطبق، وفي ناس كذا، لكن لما بيشوف النتيجه تاني سنه وبيشوف بعينه ان فعلا ده لما زرع منفرد جاب محصول قد كده، لما زرع ضمن الزراعه المجمعه دي جاب محصول كبير، يبقى في الحاله دي او الانتاجيه زادت، في الحاله دي هو بيرغب في الربحيه اكتر. فبالاقناع. يعني تملي، وتملي المزارع بتاعنا استاذ عاصم اللي ما كانش يشوف بعينه صح ما بيطبقش. ده حقيقي. دي من واحنا صغيرين كده في وزاره الزراعه اللي ما كناش نوري المزارع بعينه التجربه اهي، صح، وادي الانتاج اهو، وادي كذا وادي كذا وادي كذا، ويقتنع ما يقبلش عليه. صح. لان اقول لحضرتك في سوهاج تجربه الفاصوليا الخضراء في دار السلام، اتزرع فدان واحد طبقنا كل المشوره الفنيه فيه. تمام. طلع انتاج محترم متاخد منه بسعر كويس وبتاع، بقت الناس بصل بعضيها. عارف ثاني سنه زرعوا 600 فدان، 600 فدان فاصوليا خضراء بالتطبيق والمشاهده. بالتطبيق وبالمشاهده. ما فلان الفلاني زرع وخد، فلان الفلاني زرع وقبض، يبقى برضه الفلاح بيبص للربحيه بتاعته. تملي. والربحيه دي موجوده في الزراعه التعاقديه.
نتمنى يا رب تطبيق قانون الزراعه التعاقديه وتطبيق هذا الموضوع الهام وهذه المشروعات اللي بتصب في مصلحه المزارع والفلاح البسيط في المقام الاول، في مصلحه الدوله في المقام الثاني. ان شاء الله مزيد من الجهد المفروض تبذله ان شاء الله الدوله المصريه وتحديدا وزاره الزراعه في المرحله القادمه حتى يتم تطبيقه على ارض الواقع بشكل كبير. واحنا بنهيب معالي وزير الزراعه بسرعه تطبيق الزراعه التعاقديه وتشكيل الهيئه التحكيميه وامدادها بالخبراء المطلوبين وتفعيل ذلك ليه يبقى صدى ومردود على مديريات الزراعه في المحافظات. تمام. تنشيط دور الادارات التسويق التعاوني اللي تهمش دورها في الفتره الاخيره. تمام. كل ده هيكون في صالح الفلاح، ونتمنى من معالي وزير الزراعه المفروض التقديم مذكره بدراسه متانيه لموضوع ال 1300 جنيه موضوع القمح. نعم. و الابقاء على سعر القمح 420 جنيه نتمنى ذلك يا فندم، وتوفير كل الوسائل والسبل اللي احنا ممكن من خلالها نريح اخواننا الفلاحين المزارعين ونخفف الكثير من الاعباء على كاهلهم. شكرا لك ضيف الكريم في نهايه هذا اللقاء الدكتور ابو القاسم زهره، استاذ متفرغ بمعهد البحوث الزراعيه وعضو الاتحاد التعاون الزراعي. شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا، انتظرونا بعد الفاصل وفقره حواريه اخرى من برنامجكم اللون الاخضر.